سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد على القناة، وصفة جديدة، طريقة تحضير بيتزا كتجي ناجحة 100%. لاباط كتجي خطيرة رطبة وكتجي زوينة بحال اللي كناكلو في الزنقة. الا كنتو كتشوفوا القناة ديالي لأول مرة، اشتركوا في القناة وديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسونيش تخليو تعليق أسفل الفيديو. ليا شفتوا معايا، قطعت معاكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي رائعة وسهلة في التحضير، ما فيهاش تعقيدات. هاد لاباط الا جربتوها فما غاديش تبقاو تستغناو عليها، وما غاديش تبقاو تشريو بيتزا في الزنقة، تبقاو ديروها في الدار. كتجي واعرة بزاف، شفتوا معايا؟ انا يعني درت جوج ديال البيتزات. ندوزو باش نوريكم مقادير. هنايا في اناء كنديرو هاد القياس ديال جوج ديال البيتزات، ف استعملت 3 ديال الكيسان ونصف 3 كؤوس ونصف ديال الدقيق. نتوما كديروا الكمية على حساب الأفراد. أنا هنايا هاد القياس خرج ليا جوج ديال البيتزات. كيف ما شفتو كندير معلقة صغيرة ديال الخميرة، معلقة صغيرة ديال سنيدة، وشوية ديال الملحة، وشوية ديال زيت الزيتون، والماء دافي باش كنجمع. كنخدمها فقط بالاصابع بلا دليك كيف ما كتشوفوا معايا. كندير الماء بالتدريج وانا كنجمع فيها بالاصابع ديالي. كتكون العجينه رطبه وخفيفه وكتلتصق شيئا ما. شفتوا معايا كيفاش كنخدمها؟ غير بهذه الطريقه بلا ما كندلكها، يعني غير بالاصابع، وانا كنخدم فيها بهذه الطريقه. هذه كنخدمها بالاصابع جيدا حتى كنحس بها ولات متماسكه. ها هي كيفاش كتولي عندي العجينه، كتجي رطبه وزوينه وخفيفه. كنخليوها تختمر، كنديروها في واحد الاناء اللي هو مدهون بزيت الزيتون، وكنوضعوها وكنخليوها تختمر جانبا حتى كيتضاعف الحجم ديالها. بين ما كنكونو وجدنا الحشوه اللي غادي نديرو فيها، غادي نغطيها بالسلوفان وبالمنديل ونخليها تختمر. وكندوز باش نحضر الحشوه ديالي. غادي نطيب فقط صدر ديال الدجاج في المقلاه. كندير شويه ديال الزيت، صدر ديال الدجاج، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال سكنجبير والثوم بودره، وكنقليو الدجاج. هنايا شفتوا معايا بعد ما خمرت ليا لاباط ديال البيتزا، كندير شويه ديال الزيت في اليد وكنخرج منها الهواء بهذا الشكل هذا. وكنديرها قسمها على جوج ديال البيتزات. وكنحطوها في واحد بلاطو كنكونو درنا فيه الفينو هو باش غادي نقرصها. كندير ليها الفينو باش ما تلصق لياش. شفتوا معايا كنقادها على الشكل باش تجيني دائريه. وغادي نغطيها ونحطها واحد شويه 10 ديال الدقائق باش نعاود نخدمها. هنايا الفران كنشعلو على
أقصى درجة حرارة عندي 250، كنشعل عليه الفوق والتحت، خصو يكون سخون مزيان، بعد ندخل ليه البيتزا باش تجي ناجحة. هنايا كندير واحد البابيي كويسون أو ورق الطبخ، درت ليه شوية ديال الفينو باش ما تلصقش ليا البيتزا، وكنسرحها بهذا الشكل هذا. هنايا قبل ما تدخلوها الفران، يعني شفتوا معايا، كنخلي الجوانب شويه غلاض وكنبسطها باليد بهذا الشكل هذا. هنايا قبل ما تدخلوها الفران، حيدوا هذاك الفينو اللي كيبقى تمايا غير كيتحرق في الفران، فانا هنايا مع التصوير نسيته. بالنسبه للبيتزا الثانيه ما خليتوش فيها، شفتوا معايا كنخلي الجوانب شوية غلاض، فما تخافوش ما كتجيش غليظة، يعني ما كنتكاش بالفرشيطة، ما كت يعني ماشي كتجي غليظة، هي كتجي مفشفشة ومنفوخة. كندير لاصوص طوماط اللي عندي جاهزة ولا كنصيبها بهذا الشكل هذا. انا ما كنديرش الحشوة كاملة، كندير فقط لاصوص طوماط، وكندير الفلفلة اللي ما كتكونش طيبة باش كندخلها كطيب في الفران، وكنخلي الحشوة اللي بقات ليا الفرماج وداكشي باش غادي نعمرها كيكون طيب، كنخليه حتى الاخر عاد كنديرو، يعني حتى كطيب البيتزا. هنايا دخلتها الفران، درتها لتحت في الطبقة الاولى تحتانية وخليتها طيب. هنايا شفتوا معايا كيفاش كتجي، كنخلي الفران شاعل وكندخلها على 250 او اعلى درجة عندي في الفران كطيب فيه. صافي هنا كنكمل الحشوة ديالي، بعد ما كتكون طابت كندير الفرماج موتزاريلا والفرماج الاحمر على حسب اشنو متوفر عندي. كندير الحشوة اختيارية، انا هنايا استعملت كورجيت مقطع رقيق ومشوي، طريفات ديال صدر الدجاج، وكندير كذلك طون. نتوما الحشوة كديروا على حسب اشنو متوفر عندكم. تقدروا تكتفيوا فقط بلاصوص طوماط والموتزاريلا. كندير طون اللي كنكون مصفياه من الزيت، وكنخلي الزيت حتى الاخير، وكنضيف شويه من الفوق. كتجي رائعه هاد البيتزا اللي جربتوها، خليو لي التعاليق ديالكم. هنايا كندهن الجوانب ديال البيتزا بزيت الزيتون، اولا كدهنوها بالزيت اللي صفيتو منه الطون. كنحك شويه ديال الزعتر من الفوق، ودرت الزيتون كذلك. هنايا الزيت اللي صفيت من الطون كندير شويه من الفوق، وكندخلها الفران اللي كيكون سخون باش يدوب ليا الفرماج. المكونات كتكون ديجا طايبه، هنايا شفتوا معايا كيفاش كتجي، كتجي رائعه، فجربوها وما غاديش ندموا عليها. هي كنحاول نقرب ليكم الكاميرا باش تشوفوا لاباط كيفاش كتجي، باش تنجح معاكم البيتزا فخاص الفران يكون سخون من قبل مزيان. وكندخلوها وكنخليو يعني على 250 او اعلى درجة ديال الحرارة، فهي كطيب بسرعة. هنايا غادي ندوز باش نوريكم كيفاش كنقطعها. انايا كنقطعها بالقطاع ديال الربيع او الكراد، عندي القطعة ديال البيتزا ولكن انا كنفضل انني نقطعها بهذا. انتوما كتقطعوها بالطريقة ديالكم، شفتوا معايا عندي القطع ديال البيتزا ولكن كنفضل انني نقطعها بالكراد ديال الربيع، كتبقى لي الحشوة في بلاصتها ما كتجرش. انتوما كتقطعوها بالطريقة ديالكم، هنايا قطعت معاكم باش نوريكم كيفاش كتجي.
شفتوها معايا؟ ماشي كتجي غليظة، كتجي فيها الفقاعات من الداخل، يعني منفوخة وناجحة، يعني طفيت الإضاءة باش تبان لكم كيفاش كتجي. كتجي زوينة بزاف وخفيفة، شفتوا معايا كيفاش كتجي زوينة. فداك الشيء علاش شاركتها معاكم. بالنسبة للسيدات اللي ما كتنجحش ليهم لاباط، يستعملوا هاد الطريقة، فهي كتجي زوينة. هنايا غادي ندوز باش ندير بيتزا التانية، خدمتها على سطح العمل، حتى سرحتها عاد درتها في ورق الطبخ باش ما نبقاش ليا الفينو، او لا كديروها النيشان في ورق الطبخ عاد تحيدوا الفينو اللي بقى باش ما يتحرقش في الفران. استعملت نفس ورق الطبخ اللي طيبت فيه البيتزا الاولى، شفتوا معايا دخلتها الفران كيفاش كتجي. درت نفس الطريقه ديال البيتزا الاولى، فما نطولش عليكم الفيديو. هذا هو الشكل الاخير ديالها، درت نفس الحشوه وزدت عليها لانشون من الفوق، فالحشوه كتبقى اختياريه، كديروا على حسب اشنو متوفر عندكم في البيت. غادي نوريكم واحد الطرف، هي من بعد ما قطعته كيفاش كتجي، شفتوا معايا كتجي خفيفة، كتجي رائعة. فكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليو التعاليق ديالكم أسفل الفيديو. نتلاقاو في الفيديو المقبل إن شاء الله.